احمد فتوح ومحمد عبد المنعم على رادار اي سي ميلان واتلانتا، راي حضرتك؟ شيء رائع جدا، يا ريت. اتمنى طبعا باي رقم محمد عبد المنعم اي سي ميلان واتلانتا. انا بقول لك نتمنى وباي رقم، واتمنى ان الناديين ما يبالغوش في اي ارقام. احنا محتاجين الأندية قاعدة كبيرة، عايزين قاعدة، عايزين قاعدة كبيرة للمحترفين، قاعدة احترافية حقيقية. وأتمنى أن الأندية المصرية أهلي وزمالك لا يبالغوا، بالعكس يدعموا هذا الانتقال، دي إضافة للكرة المصرية وشيء يشرفنا جميعا ويشرف الأندية بتاعتهم برضو. وده التوقيت، وده التوقيت، لأن لو اتأخر كده مش هنلاقيهم. الزمالك هيفرط فتوح والأهلي هيفرط في عبد المنعم، يعني خلينا واقعيين شوية. بص، هي مشكلة الأهل، لعيبة الأهلي والزمالك يعني واقعيين، يعني لو ما فرطش فيهم هيحصل ايه؟ يعني الأهلي هيقفل والزمالك هيقفل؟ الأهلي قطع إعارة عبد المنعم عشان محتاجه في أفريقيا وفي كأس العالم للأندية. بس عادي، أما تيجي حاجة زي كده هي إضافة للنادي، إضافة للنادي، إضافة للنادي. النهاردة النادي المقاولين بيتكلم، هيقعد يتكلم كام سنة على محمد صلاح اللي طالع من المقاولين راح بثالثة العالم ولا احسن من ثلاثة في العالم. عندنا مشكلة في الحتة دي يا كابتن. هي مشكلة اللعيبة بتاعت الاهلي والزمالك كابتن في الاحتراف. عندنا مشكلة، يبقى ما تفكرش في مستقبل الكرة المصرية. لو الادارات الرياضية بتفكر بالشكل ده يبقى لا تنتظر مستقبل افضل. اما يجي لي الناديين دول الاثنين لاعبين في المنتخب الوطني وما بقاش في تحرك لان هم يكونوا في الاندية دي، يبقى في خلل في الرياضة المصرية. كابتن طاهر، انت امسك لعيبة السنغال اللي في الملعب 25 انديه اللي بيلعبوا فيها، حاجه تخض الفرقه كلها، والله تخض. اسماء انديه مساك كوليبالي مش عارف بيلعب في نابولي، مش عارف مين، ساديو ماني ليفربول، ماندي حارس سيلسي احسن عشان حارس، عشان كده متعونا كره قدم في المباراه النهائيه. ثقه و يعني الاحتراف، فريق فريق كابتن حماده، فريق يبني الهجمه في 10 ثواني، يبني الهجمه يوصل لعب من كل الاماكن في الملعب.